توطدت علاقتي بحليم، بقيت اكلمه، بقيت ازوره، بقيت على طول على علاقه بيه، لغايه ما جيت في يوم من الايام قامت حرب 67، قامت حرب 73، انا اسف 67 كنت انا خدت تاجيل، ولغايه 73 ما كنتش رحت بعد حتى التاجيل ما انتهى. فجاه رئيس الوزراء كتب قال لك اللي هربان من التجنيد 500 جنيه غرامه وخمس سنين سجن. طب الخمس سنين سجن مقدور عليهم، اجيب ال 500 جنيه منين؟ وقتها ال 500 جنيه دي حكايه. فخدتني الفنانه اختي وحبيبتي ميرفت امين، قالت لي تعالى هنروح لحليم، علاقته بالناس في القوات المسلحه وهنا وهنا كويسه قوي. قلت لها طيب راجل حبيبي يعني مش هتاخر عليا. خدتني ورحنا لعب حليم. قال يا محمد، قال يا ميرفت ازيكم واخباركم ايه؟ قالت له محمد متورط ورطه بعلى بيها لربنا. قال لي خير يا محمد في ايه؟ قلت له يا استاذ انا المفروض كنت اروح اسلم نفسي في الجيش، انما انا بقى لي مده ما سلمتش، دلوقتي هروح اسلم نفسي وقت الحرب. قال لي محمد امال مين يدافع عننا؟ امال مين اللي يقف صنديد عشان ينقذ البلد؟ رجع أرضنا من كل غاصب، عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين زحام، عاش قاعد يكلمني كأن أنا يعني ايه مثلا عبد الحكيم عامر، كاني صلاح سالم، كاني انور السادات، انا اللي هنقذ البلد. قلت له يعني انت دلوقتي انا جاي بقول لك انقذني، انا اللي هروح انقذ البلد؟ قال لي طبعا لو كل واحد مننا هيتهرب من الجيش لا ما تبقاش دي بلدنا. وفجاه تحول عبد الحليم الى رجل حماسي وابتدى يديني درس في الاخلاق. قلت له يا استاذ طب اعمل ايه؟ قال لا انا هطلب لك دلوقتي إحدى الناس الحبايبي وتروح تسلم نفسك، هتطلب لك اللي هو خضر مدير إدارة التجنيد، وأنا جاي لك عشان تحولني من عندك لإدارة التجنيد، ما أنا كنت أقدر أروح لوحدي. فميرفت قالت لي خلاص يا محمد عبد الحليم ليه علاقات وهيتصرف. قلت له طيب يا أستاذ. عمل تليفون وقال لي هتروح تقابل اللي هو عبد العزيز خضر أياميها، أو اللي هو خضر على ما أظن ودي إدارة التجنيد، وهتقول بس أنا جاي من طرف عبد الحليم. ما كدبتش خبر. الكلام ده كان يعني إيه بعد الحرب بحوالي 10 أيام. ما كدبتش خبر، رحت. أنا قلت أنا جاي من طرف عبد الحليم، لقيت واحد ضابط مصطحبني ودخل بيه على الكشف الطبي بالكامل، كل حاجة لائق لائق لائق. يا أخوانا في إيه؟ قال لك ده أنت الله أكبر عليك حصان. طلعوا للواء خضر قالوا يا فندم ما فيش اي ديفو فيه. قال طيب وراح مقشر على الكارت، انا ما اعرفش اقشر عليه ايه، فلقيته كتب يعني روح سلاح التعيينات. فالراجل نقالي سلاح التعيينات لانه اسهل سلاح. وفجاه بدون مقدمات رحت على مركز تدريب، انا طبعا سايب شعري ولابس بدله ضيقه ولابس يعني، رحت أي في البدلة، الراجل ضيق لي البنطلون بقى زي مايكل جاكسون والجاكيتة واسعة وشعري كان طويل ولابس برنيطة. وفجأة أنا قاعد فلقيت واحد صاحبي، أنا قاعد بقى عايز أشوف الواسطة يعني أنا هتوديني فين، لقيت واحد من الزملاء المجندين قال لي أنت مش بتقول صاحبك عبد الحليم حافظ؟ قلت له آه. قال لي طب تروح تسأل. فمشيت لقيت مكتب عليه المدير الإدارة بتاعت المنطقة اللي أنا فيها. فرحت بخبط الباب ما لقيتش لا حراسة ولا حاجة، خبطت الباب لقيت واحد بيقول أدخل. دخلت لقيت رجل مارد عميد شنبه وشكله، فبص لي من فوق لتحت لقى الشعر طالع من تحت الكاب والبنطلون شاحت في رجلي ولابس جزمة كعب وكوباية لأن البيادة كانت ضيقة على رجلي هتموتني. فلقيته بيقول لي عايز إيه؟ قلت له عبد الحليم كلمك. قال لي ايه؟ فالكلام دخل من الخوف يكلمني، الكلام يخش، لقيت نفسي مش عارف انطق.
قال لي هحبسك. طلعت بره، اطلع بره. فطلعت بره لقيت رتب داخله تجري. المهم باختصار الراجل سخط عليا وهيحولني على سجن الوحده. المهم راح حروني على وحده التدريب. رحت وحده التدريب ديت ناحيه كرداسه، لقيت كانه معتقل. رحت هربان وسبت المخله وسبت كله. رحت على عبد الحليم اسال، ما هو هو السبب؟ قالوا لا ده الاستاذ سافر. سافر فين؟ قالوا لا ده طلع لندن تعبان وطلع لندن. يا ليله سودة، يعني انت ورطتني يا عبد الحليم وودتني الجيش وفي الاخر سافرت لندن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اعمل من هنا لهنا لهنا، رجعت تاني خدت قدري وفي الاخر لقيت نفسي في قلب المعركه. رجع عبد الحليم، قلت له ورحت له بعد كده بقى انا ومرفت، كنت لابس يعني لبس عسكري وبتاع، بقى فرحان بيا قوي والى اخره. عبد الحليم لما يخدمك يخدمك بالعكس،